بدي حدا منهم يضل عايش. يلا اوشوا لك، اوصوا عليهم. اولاد خليكم عم توصوا عليهم، ها اوصوا عليهم، ما بدي ولا واحد يضل عايش. يلا اتوس يا حماد، ايش صافن؟ والله صار اللي قلته يا عمي، بسبب تمي النحس ما كنا نخلص من هالبلاوي. شغل ايديك بدل ما شغل لسانك، راح يشيلك لابو يحاصرونا. يلا يحاصروا ماشي الحال، بس بتعرف شو؟ اذا متت هالمره راح احرق الدنيا. يا حيوانات، يلا عمي يخرب بيته، لا خرب العو. ولك ولك لوين اخذ سيارتي؟ ولا يا ابن الكلب، ولك لك واقف ما تعوصوا، اخذ لي سيارتي. لك اخذ لي سيارتي، فهموني شو بدي اقول لابي انا هلا. شبك شو صار لك؟ ما رح ياخذ السيارة يشتغل عليها إلا ما يتركها بشي مكان. خلونا نخلص من هالقصة قبل ما يجي الشيخ موس. ليكو شايفين علي رضا عمل عمايله، قلت له استنى وما استنى. جاو لورا، علي رضا انت بضاعة مين عم تحرقوا لك؟ انت بتعرف شو هو الثمن اللي عم تعمله؟
قلت لكم ما بدي حدا يهوب لهون. هلا وضح ليش قلت لي هيك. يا اما هلا بتعطيني تفسير لهالشي او بدي اوسك براسك هلا وهون، عم تفهم؟ انا رح اشرح موقفي وقت نكون مجتمعين، لو سمحتوا روحوا من هون. لانه نحن اعطيناك مركز، كبرت معك وفكرت حالك ملك للعالم؟ ها؟ اشرح لي شو هذا اللي عم تساوي؟ المركز اللي اعطيتوني اياه والمسؤولية اللي حملتوني اياها عم اديها احسن ما يكون. وهالمسؤولية اللي اخذتها بتخولك انك تحرق لي بضاعتي؟ ولك لا تخليني جن. لو سمحت روح من هون، بكفي اللي عملته. اسمع لقلك، يا اما بتشرح لي وبالتفصيل الشي اللي عم يصير. يا اما ولا واحد فيكم رح يطلع. حرقت بضاعتك لأنه عم حاول أنقذك من البهدلة ومن أنه ينقبض عليك مثل أي واحد مطلوب. بدي تشرح لي أكثر. بظن أنه ما عاد في داعي يشرح لك. روحوا من هون يلا وبسرعة. ليك علي، هلأ أنت رح تيجي معي، خدوه من هون. ما في مشكلة، ما في مشكلة. عمي حسن انتو رجعوا، خلص شغلي وبيجي على الموقف. علي رضا. ابني انت شو عم تقول؟ منموت سوا ومنعيش سوا كلياتنا. ما عنا وقت، يلا حركوا. علي رضا وين رح تروح؟ علي رضا استنى. امشوا. اللي انت عارفان شو عم تحكي يا رفقي؟ فهمني كيف علي رضا حرق أموال الشيخ موس؟ أكيد هذا فقد عقله. هالموضوع حساس وما بينحكى فيه على التليفون أبداً، لهيك حبوا يحكوا بالتفاصيل بالاجتماع. دقيقة، خلينا نوضح المعلومة بالأول. علي رضا عم يحرق أموال شيخ موس، وشيخ موس بعد ما قوصوا براسه لهلأ وبده يسمع حكيه بالاجتماع. ايه يا أغا، الرجال حرق أموال الشيخ موسى وقدر يضل عايش ونحن لازم نسمع له. إيه بس هالشي ما بيكفي. لا بس لازم نفهم أكتر قبل الاجتماع. لازم تعمل المستحيل وتحاول تفهم لي شو اللي عم يصير يا رفقي. هالشي واضح؟ أمرك يا أغا. بنبسط كتير إذا بيكون جاهز لبكرة. تمام، بتشكرك كتير. أنا بكرة الصبح بكير بكون بالعيادة. تصبح على خير. ما شاء الله هالفترة شايفتك مبسوطة كتير. وأخيراً العيادة رح تكون جاهزة خالتي. لأول مرة وبعد فترة طويلة بحس حالي متحمسة من قلبي. برأيي أنت مالك متحمسة بس لأنه رح تفتحي العيادة. تعي لهون. باين علي مو؟ ايه كتير. تعي خلينا نفش خلقنا لبعض. حكيلي شو اللي عم يصير؟ خير ان شاء الله؟ انا بحب علي رضا خالتي. وهالحب دائما عم بيخليني مبسوطة. يا روحي صار لك زمان ما فرحتي من لما كنتي صغيرة كتير. يا عمري خالدة، تعرفي انتي من طول عمرك كنتي بنت بتعرفي شو بدك، ويمكن كلامي هذا ما له معنى أبدا، بس أختي المرحومة قبل ما تموت أمنتني فيكي. كأنه بكير شوي، يعني أنا فهماني شعورك وبحترمه كمان، بس علي رضا فيه شي مو مريحني أبداً، وأنا
عم شك شوي بهالشاب وقلقانة. يعني اطلعي على كل شي صار بحياتك واسألي حالك، هالتصرف صحيح؟ لهيك أنا مالي مرتاحة بنوب. ما في داعي تقلقي خالتي ملك، صدقيني علي رضا من أحسن الناس اللي تعرفت عليهم لحد اليوم. فهماني عليكي، بس كأنه عنده ناحية سرية وما حدا بيعرفها. الشاب كأنه في شي عم يخليني شك فيه. عم تفكري فيه هيك لأنه عمل اللي ما حدا قدر يعمله وانقذ عليا، مزبوط؟ معقول يكون هيك خالدة؟ أنا مدينة إله بكتير شغلات ومستحيل أقدر وفيها، ورغم كل هالشغلات لسه حاسة بشعور غريب ما عم بقدر أوصف لك إياه بالضبط، وما عم بقدر ما أقول لك إياه. طمني بالك، ما في أي شيء لتقلقي منه. أنا وعلي رضا وبفترة قصيرة قدرنا نتقاسم الحب والأسى اللي ما بيقدروا يحملوه شخصين عمر بحاله، وأنا عم حس حالي بعرفه من فترة طويلة. تمام. وأبوكي عرف بالموضوع؟ أنتوا حكيتوا له شي؟ لا لسه ما حكينا له، بس اليوم أو بكرة منحاكي. طيب خالتي، أنا لازم أحكي كم تليفون مشان الشغل وبعدين منكمل حديثنا، ممكن؟ طيب يا روحي. سكوتك هاد ما رح يطول عمرك، معك بالكتير لحتى يصير الاجتماع. ساكت لأني عم بحترم وجودك. وضح أكثر. حالياً أنت احترق قلبك ومفكر أنه أنا المسؤول عن اللي صار، فشو ما بقلك هلأ ما بظن أنك تقتنع مني. قدام عيوني حرقت اللي بضاعة بعشرين مليون، لشو بدي أسمع لك لسه؟ حكمت أغا على التليفون. بدك تحكي لي لألي قبل ما تحكي لأي حدا؟ أنا بين إيديك وما رح أتحرك من هون، بالاجتماع بحكي، ووقتها كلكم بتسمعوني. علي، وأنا لشو أخدك على الاجتماع؟ هلأ فيني ضل أفعسك للصبح، ومنشوف وقتها إذا بدك تحكي ولا لا؟ مو بس للصبح، إذا بتفعسني للظهر. أنا ما بحكي لحدا أي شي بالغصب، عم تفهم؟ أفضل إنك تصبر، وبس نكون مجتمعين بتعرف ليش هيك صار. تعال هون، تعال، ما في داعي للسكر، يلا حلق. ولك شو هاد؟ طعمته مثل الصبر. تعال هون، تعال جيب السكر، جيبه. لك فيكو خرب لي طعمة تمي هالشاي. تعال هون، تعال حط. شفت اصابيعه مو؟ ايه خود، انا ما عاد بدي. انا الشاي ما بحبه. اشرب اشرب، سمي بالله واشرب، لا تخاف. انت ليش معصب علي خير؟ وعلى مين بدي اعصب فيكو؟ على مين بدي اعصب هون؟ انت ما عم تتطلع حواليك؟ بهالعجقة على مين بدي اعصب؟ واذا مالك مصدق اطلع على الساعة 10. ساعتك انت ولا بساعتي انا؟ ساعتك انت. ساعتي انا. شلون؟ ما عاد شفت. بدك اعصب على هالنمرة؟ ها؟ نلع انت ويانا برا بسرعة، نلع، يلا يلا، راح عد لثلاثة، ما بدي اشوف حدا قدامي، يلا. الحمد لله على سلامتك نعمان. أنا بالكتير بينقلي الحمد لله على سلامتي، بالكتير.
بس انت اذا ما بتطلعني من هالمشكله بالاول علي رضا وبعدين انت رح يقولوا عنكم الله يرحمهم. شفت بعينك يا فيكو؟ شفت انه خلص صبره؟ انا ربحت الرهان، قبضني يلا. انا ما عم امزح معك يا ولد. نعمان، اذا انت ما عندك مزح فمحسوبك ما بيعرفه. امنتك على بضاعه قيمتها 20 مليون وانت رحت وخليتهم يلقطوهم وكشفت حالك قدام شيخ موس، وهلأ جاي عم تعمل زلمة قدامي؟ شو هالمسرحية البايخة هي العامة؟ بصغرتك كنت ممثل مو؟ أنا مشان شو دخلت هالشغلة يا براق؟ دخلت فيها مشان اتعاطى مع فؤاد مثلاً؟ ولا مشان اتعاطى مع شيخ موس؟ دخلت فيها مشان اكسب مصاري بشكل لذيذ يا ابني، وماني مضطر اتخلى عن روحي الغالي علي. أنا ما بيهمني ليش طلعت منها أو دخلت فيها، المهم إنك صرت بالضرب وخليتهم يلقطوك. فاتك القطار يا شاطر، واحترق كرتك. لا وقدام مين؟ قدام شيخ موس آغا. وبعد كل شي صار فيك ما حدا بيقدر ينقذك غير اللي قاعد مواجهك، وإنت جاي عم تمثل علي وتعمل لي هالمسرحيات البايخة، لك أنا بمحيك من كل هالعالم ومن هالكون كله. شو بتحب ساعدك ولا لا؟ شو رأيك؟ ها؟ لكن معناتها خلينا نروح نشوف قهوة تانية. تفضل روق، خليك قاعد كمل حكيك. معناتها فتح أدانيك واسمعني منيح، بدك تلاقي لك شي جورة وتتخبى فيها، بس بدك تنتبه ما حدا لازم يعرف وين انت متخبي، واصحك تطلع قبل ما تاخذ الموافقة مني. برافو عليك. ولك هيك بدك تنقذني حضرتك؟ ايه هيك. لك يا نعمان، المجلس بيكون هلا مجتمع وبيكونوا كمان عم يكتبوا فرمانك يا شاطر، وبعد ما ينكتب الفرمان ويروح على التنفيذ قل لي لمين رح يعطوه يا حزرك. ها قبل كانوا يسلموني اياه لإلي لحتى نفذ، بس بجوز ما بتعرف هلا الاوضاع تغيرت كثير. نعمان اعمل مثل ما عم اقول لك ولا تخليني اعصب عليك. اذا بتعمل يلي عم اقول لك عليه بالحرف منخزي هداك الفرمان ومنخلص على يلي بده ينفذه يلي هو علي رضا. تعا معي، طلع فيني، ما بتتواصلوا معي قبل ما أنا أتواصل معكم، وممنوع تطلعوا برات الحارة، وممنوع تدخلوا حدا على الحارة. قل لهم خليهم يفتحوا عيونهم، ما بدي غلط بنوب. أمرك. عندك ثقة بهالرجال؟ ثقتي بعلي رضا يا فيكو، قدر يلاقي نعمان مرة ورح يلاقي مرة تانية. واحد بيطير الأسلحة والتاني بيحرق البضاعة، شو هالحالة اللي وصلنا لها يا فؤاد؟ خير سيد مدحات؟ لما علي رضا أنقذ علي بنتك كنت أنت أكبر مؤيد إله، وهلأ عم تشتكي منه؟ وبعدين هالشي أنتو اللي طلبتوه وأنا عملت حسب ما طلبتو. هالحكي ما بيخرط مشطي، إذا حدا بده يحرق لي مأمرتي ما رح أقبلها على حالي اجتمع أنا وياه لحتى نتفاهم، ما رح استنى حدا، رح خلص عليه. توضيح اللي بده يعطينا إياه، إذا ما طمنا أكيد ما رح نعطيه التأمينات تبعه ونقلعه من الشغل، ووقتها فيك تقوصه، بس بالأول لازم نسمع له. شيخ موس آغا، الحمد لله على رجعتك بالسلامة. إيه إذا على التجاوز تجاوزناها، بس ما عرفنا كيف تجاوزناها. ما راح أطول السيرة أبداً،
وبدي أسألك فورا يا علي رضا، وناطر منك جواب وبكل وضوح. شو عرفك إنه الشرطة بدها تعمل مداهمة؟ ما كنت بعرف. طالما ما كنت بتعرف، شو اللي خلاك تحرق بضاعة شيخ موس آغا؟ جاوبني. نحن ثبتنا مكان البضاعة وكنا ناطرين الزبون، وبهذا الوقت بالضبط حضرتك اتصلت وقلت لي إنك عرفت من المخبرين إنه البضاعة رح تنباع بمبلغ كبير. ساعتها أنا توقعت إنه نفس المخبرين هن اللي خبروهم، وتحركت قبل ما أستنى الزبون. بس أنت وقت اللي رشيت البنزين على البضاعة لا كان في شرطة ولا شيء. معك حق، قسمت رجالي بالوقت اللي كنا عم نهاجم فيه نعمان، وطلبت من القسم الثاني يسكر كل الطرق اللي بتوصل على المستودع. وقبل ما توصل حضرتك بشوي وصلني خبر إنه الشرطة بطريقة لعنا على المستودع. يا علي رضا، في طرق كتيرة بتوصل لهنيك، ممكن تفهمني كم رجال عندك لحتى قدرتوا تداهموا المستودع؟ لا، وبعتت ناس تتفقد الأجواء. ما كنا كتار، 3 رجال كفوني لحل القصة، وطلبت من صبري ورجاله إنه يروحوا يراقبوا الطريق. صبري؟ وصبري من إمتى صار من رجالك؟ بالحقيقة من فترة يا غالي، ونحن كوننا القادة، قبل ما نعطيه هاي المهمة علي رضا كان إيدي اليمين إذا بتتذكروا، وطبيعي مثل ما صبري من رجالي فرح يكون من رجال علي رضا كمان. عم تقول بأنه 3 رجال كفوك لحتى تحل مسألة نعمان، بس حسب ما وصلني خبر بأنه ما قدرت أنك تقتله. حالياً هرب من إيدي، بس ما نوم طول لأمسكه. طيب، علي رضا أنقذ الشيخ موس، يعني أنقذنا كلياتنا من البهدلة، وما سلم البضاعة لإيد نعمان. شو لسه بدك مدحت آغا؟ أكيد رح يلقط نعمان ويحاسبه، علي رضا بيعملها. لا 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 لا، أنا اللي بدي عاقبه لهداك. رح خلي العالم كله تتفرج وتشوف شو يعني يتهجم على الشيخ موس. برأيي ما تتعاطى معه أنت يا شيخ موس، خلي علي رضا يجره من أدنه ويجيبه وأتعاقبه بنفسك. تسلم يا آغا. ابن أخي، آسف إذا ضايقتك، يعني توترنا شوي، بس بالأخير انحلت المسألة بظرافة. بس هلأ أنت مديون لألي ب20 مليون بالضبط. مو بيناتنا شيخ موس بيك. طيب يا بكوات، هالمسألة انحلت وخلصنا منها، خلونا نحكي شو بدنا نعمل هلأ. علي رضا، وبأقرب وقت ممكن لازم يلقط نعمان، ولازم يلقطه وهو عايش، ورح يزرعه قدامنا مشان نحاسبه على عملته فينا. وانت يا شيخ موس، انت ما تنسى انه اذا كان في بضاعة الى بياع فأكيد الى شرة، وكمان اذا كان في حدا عم يتجرأ انه يبيع بضاعتنا معناتها في حدا متجرأ انه ياخدها كمان، وانت حابب تعرف مين هالشخص اللي ورا هالشغلة. الحمد لله على السلامة. شكرا يا آغا. الحمد لله على السلامة يا آغا. تسلم. الحمد لله على السلامة. تسلم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أمي، هذا إلك. تلبسيه بالهنا. شكرا إلك. خلي لي إياك بابا، لسه مبارح كنت عم شوف هالفستان على الإنترنت. بس ما وصيت عليه مشان ما تعصب ماما. إيه، أنا عرفت هالشي يا بنتي، كنت نسيان الكمبيوتر شغال. كتير حلو. أمينة،
يسلموا حاتم. قولي لي امي كيف عجبك؟ طلعي حطيت فيه كرت التبديل، اذا في اي مشكله منبدله فورا. والله عجبني كثير، الله يرزقك يا ابني. عن جد حلو كثير، يسلموا هالايدين، ليش معذب حالك؟ بس يعني لا في عيد ولا مناسبه، ليش لتجيبهم هلا؟ لك امينه، كل يوم بشوفكن فرحانين فيه بيكون عيد بالنسبه الي. عم استلم شغل كثير كبير، حتى اعتبروا انه اخذته، بكره بدنا نروح مشان نحكي بالتفاصيل. يلا ان شاء الله. اذا ما احتفلت بفرحتي معكن مع مين بدي احتفل؟ شغل شو استلمت حاتم؟ شغل شو بدي يكون؟ بالمحاسبه. بنتي شو بكي مفكر فيكن وجايب لكم هدايا؟ ماما كيف طالع؟ حلو يا روحي. حلو كتير، لا بقلك يلا حلو. أنا رح أجربه. شو عم بيصير؟ تعا شو خير؟ ربحانين ورقة يا نصيب؟ شي مثل ورقة يا نصيب، صهرك ما نسيك إلك كمان. جزدان جلد 100%، خود لشوف. خود خود. بصراحة كنت بدي أجيب لك سترة ضد رصاص بس يعني. عم بمزح. كنت عم نكت. صبري جيب لنا اثنين شاي فورا. عود إذا منستمر هيك ما رح تطول ورح تنفضح، ملاحظ هالشي؟ ممكن سامحهم على كل شي عملوه، بس إنه يسمموا الناس هاي الشغلة مو فايتة براسي. وإنت عم تقعد على كرسي براق فكرت حالك بدك تاجر بالكازوز؟ حكمت بيك، بس نحن شغلتنا إنه نمنع هاي قصص. الشي اللي عم تحاول تعمله هو شقفة صغيرة من مستنقع، وإذا بدك تنشف المستنقع لازم تفكر بطريقة تانية، وإلا بالوقت اللي رح تغرق فيه بالمستنقع على حلقك تأكد وقتها ما رح تلاقي حدا حواليك. أنا ما قعدت على كرسي براق مشان سمم حدا ما له ذنب، قعدت مشان كسر راس فؤاد وابنه، وأكيد ما رح أسمح لهم إنه يسمموا الناس. أنت قعدت على كرسي براق لأنك ناجح وطموح، وشو عملت؟ قوصت جابر، وشو كمان؟ أنقذت مراد وعليا. الجماعة اللي كافأوك على نجاحك هاد بأول فشل إلك بيعرفوا كمان كيف يعاقبوك. وفوق هاد أنت مانك ابن فؤاد أرسوي، وما فيك تخلص حالك هيك بسهولة. هذا الشاي تقيل، أعمل غيره. أمرك معلم. عم تتحرك بدون ما تفكر لا بقدامك ولا بوراك. بدي يفهموا إنه صبري ما كان معك، هو كان معي، ولو ما أنا ساعدتك مستحيل تطلع من هداك الاجتماع. أنا بعرف إنه هالطريق ما بيمشى بسهولة، وإنه الوسخ اللي فيه رح يعلق جواتي، بس وأنا ماشي بهالطريق إذا عملت أي شي بيطلبوه مني صدقني وقتها ما رح أفرق لا عن فؤاد ولا عن براق. لكن سأل حالك هالسؤال، ليش هنن ما دخلوا بشغلة الأسلحة والأقمار وضربوا بشغلة المخدرات؟ إنهم يمتحنوك بهيك شغلة أول ما قعدت على كرسي براق، برأيك هي مجرد صدفة؟ ما فهمت يا أغا، أنت شو اللي بتقصده؟ هنن امتحنوك لأنهم عم يدوروا على نقطة ضعفك. وهلأ فهمت ليش أنا ما عم بسمح لك إنه بنتي خالدة تكون نقطة ضعفك؟ حكمة أغا، أنا مستحيل أقبل زعلك، وخصوصاً بمواضيع مثل هاي. بس مثل ما قلت لك قبل شوي، إذا بنفذ كل الشغلات اللي بيطلبوها مني المستنقع حياكلني. علي رضا، أنت بأول الطريق، رح يجي وقت توقع وتضيع، وساعتها أنت رح تنهار. بس أنا صرت بنهاية الطريق،
وبعد هلأ إذا أنا ضعت بطريقي رح أخلي الكل يضيعوا معي. انتوا ليش هيك قاعدين برا؟ برد هون. علي رضا مستعجل لهيك قعدنا هون، واصلا هو رايح في عنده شغل بده يعمله، وانت فوتي لجوا لانه لازم احكي معك. رح ودع علي رضا ولاحقتك بابا. طيب ممكن تفهمني شو عم بيصير؟ حسيت بابا متوتر، في اي مشكله؟ ابوكي مزعوج شوي خالده، وبرايي خليكي جنبه. وأنا لما شفتكم قاعدين مع بعض قلت منحكي له اليوم. هلأ معنو الوقت المناسب. نحن يلي منحدد الوقت المناسب علي رضا، القصة بإيدنا، ومالي مرتاحة لأنه عم بتصرف هيك بالسر ومخبي عنه لأبي. لهيك كل ما استعجلنا كل ما كان أحسن. صح مزبوط كلامك، بس خلينا نستنى شوي. أنت مخبي عني شي مزبوط؟ كل شي بوقته خالدة، يلي صار آخر الشي هزه لأبوكي. طيب يلي بدك يا بيصير، بس ما لازم نطول كتير. شو بدك تعمل هلا؟ بدي روح على الموقف وبعدها على البيت. سلم على أهلك كتير وما تتأخر كتير بالموقف. سلامك حيوصل. وشو حتعملي انتي؟ خالتي عنا، إذا ما نامت بدنا ندردش شوي. ما قلتي لي إنه نايمة عندكم؟ بعد اللي صار بآخر فترة علاقتها مع زوجها انتزعت، ورح تضل عنا لوقت ما يتصالحوا. اليوم سألتني عني وعنك، وحكت لي شو مخوفة، وأنا قلت لها قديش بحبك وسكرت على الموضوع فورا. بالنهاية هي خالتك، هي بمقام أمك، وطبيعي إنه تخاف عليك وتوقف جنبك. مزبوط، ممكن يكون طبيعي، بس ما رح أسمح لحدا بهالدنيا يتدخل بعلاقتنا لأنه قلقان. لا خالتي ولا أبي ولا أي حدا تاني. فهمت، شكله علي رضا ارتبط لسانه وما عاد يطلع معه أي كلام بعد هلا. خليني روح خالدة، بكرة بشوفك. طيب تصبح على خير. بحبك من جوات قلبي. ومستحيل اسمح لحدا ينزع علينا على قدنا. اصلا ما حدا عنده القوة ليعمل هيك.
انت برايك تبريرات علي رضا حسيتها صادقه شيء يا رفقي؟ والله يا اغا حسيتها صادقه زياده عن اللزوم. يعني ما فيها اي عذر مو؟ ما فيها اي عذر لدرجه تخلي الواحد يشك بالموضوع. هيك لكان. طيب يا ترى انت قدرت تتاكد كلام علي رضا؟ اي نعم يا اغا. وصلت إخبارية بدون اسم على شعبة المخدرات، وعلى هالأساس المداهمة صارت. بدي أعرف كل شخص شو بيشتغل بعيلة علي رضا، وإذا في بعيلته شرطي أو عسكري أو حتى مخبر، وبدك تعرف إذا في حدا منهم بوظيفة خاصة. قالنا إنه عمل عسكريته بالمنطقة اللي إجا منها جابر. بدي أعرف بأي منطقة خدم، ومين كان الضابط تبعه كمان، ومع مين كان متقاسم المهجع تبعه. بدك تعرف كل شيء بخصه لعلي رضا، إن كان مسجل أو غير مسجل. أنت بتأمر يا أغا. معلمي جبت لك المازن، ان شاء الله تعجبك. تسلم ايديك عبدو، عود معي. صحة وعوافي معلم. ما بدي اترك الموقف فاضي قبل ما يجي المعلم حسن، بخاف يجينا حدا. مثل ما بدك. ان شاء الله صحة وعوافي. صحة وعافية ابني. على قلبك عمي. ما صح لي اسألك على التليفون، كيف قدرت تحل هداك الموضوع؟ شغلت بالنا كثير، وخفنا هداك الرجال يعمل لك شيء أو حتى يأذيك. هالموضوع كان صعب، بس ما بخبي عليك، حكمة آغا وقف معي وساعدني. بفهم منك. حكمة آغا خبرك إنه جاي الشرطة؟ لا عمي، مو هو اللي خبرني. لكان شو اللي عرفك انه الشرطة كانت جاي؟ وبحلقت بعيون هداك الدب وحرقت بطاقته. عذرني عمي، ما فيني احكي اكثر، ولما يجي الوقت المناسب بحكي لك. ماشي. وانتو شو ساويتوا؟ لقيتوا سيارة فاتح ولا لسه؟ طبعا لقيناها. صحيح تعذبنا للقيناها، بس الرجال ساق السيارة أحسن من فاتح، وما له خادشة ولا خدش واحد. هلا شيلنا من فاتح والسيارة وقلي لشوف. من شو مهموم؟ ما بدك تحكي لي؟ حكمة آغا، كنت عم تقول ساعدك، في شي ما بنعرفه مضايقك؟ قصة خالدة. حكمة آغا أظهر موقفه قدامك. أنا قدران أفهمه، هو مو بقيان له غير بنته، وطبيعي إنه يخاف عليها ويحميها حتى مني. أنا مقدر وضعه وفهمانه، بس المشكلة هون.